هنروح لمنتخب الشباب، واول قرار بيقول لك الابقاء على جمال محمد علي رئيس للبعثه، وتقديم طلب عاجل والاحتجاج لاعاده مباراه تونس، والمباراه حتى الان لم يتم اعتماد نتيجتها. قول لنا بقى تفاصيل الفيلم الهابط ده والفضيحه دي. طيب، يعني انا كنت حتى يعني بعد اللايف الاولاني كان بعد صلاه الجمعه، وكنت حتى حضرتك بتقولي ده انت يعني قلقت الناس، وعلى قصه ان حضرتك الناس الاتحاد مستني موافقه للاتحاد الافريقي لكره القدم او اللجنه الطبيه العليا لتحديد ان المنتخب هيلعب الماتش او ما يلعبش الماتش، لانه في تباين في عينات 2 لعيبه من منتخب مصر المسحه بتاعتهم كانت سلبيه ثم تحولت الى ايجابيه، فبالتالي بات العدد 14 لاعب فقط، وهو لا يسمح به قوانين الاتحاد الدولي الافريقي لكره القدم اللي حدد انه لازم يبقى عندك 15 لاعب في قائمتك للمشاركه في المباراه، 11 لاعب في الملعب واربع لاعبين على دكه البدلاء ان يكون من الاربع لاعبين حارس مرمى. منتخب مصر النهارده كان عنده مشكله كبيره في 2 لاعبين، منهم واحد من اللاعبين اللي سافروا حديثا يعني اللي هو احمد نبيل كوكا، واللاعب الثاني اللي هو حارس المرمى حمزه علاء. تم اجراء المسح ليهم صباح الامس، يعني المسحه كانت سلبيه، وعملوا مسحه ثانيه مساء الامس، المسحه اثبتت ايجابيه العينتين لكوكا وحمزه علاء، فبالتالي المنتخب بس بات 14 لاعب مش 16 لاعب. اتحاد الكره طبعا عمل مسحه ثالثه للاعبين، والمسحه كانت سلبيه، وعمل اشعه صدر للاثنين، وعمل اشعه ايكو ليه برضو الاثنين لعيبه، وارسل كل ده للجنه الطبيه العليا المنظمه للبطوله على امل ان هو يوافق لهم على انه خلاص الاثنين لاعبين سلام ما فيهمش اي مشكله والعينه بتاعتهم سلبيه، وممكن يكون المعمل اللي عملوا فيه المسحه الاولانيه يعني كانت خاطئه. يعني كانوا منتظرين رد اللجنه الطبيه العليا المنظمه للبطوله، توجهوا الى ملعب المباراه برادت لمواجهه منتخب تونس 16 لاعب بمنتخب مصر. النهارده حصل غير اللي حصل ماتش فات بتاع ليبيا، ماتش ليبيا ما رضوش يدخلوا منتخب مصر الملعب اصلا، النهارده سمحوا لهم بالدخول للملعب. ثم الاتحاد التونسي طبعا منتخب تونس قدم شكوى انه في اصابات في منتخب مصر، وانه النتيجه بتاعت الاثنين لاعيبه دول واحده سلبيه وواحده ايجابيه، او بتبقى سلبيه وبعدين تحولت الى ايجابيه، انه في تخوف لدى المنتخب التونسي انه يحصل اختلاط مع لاعبي منتخب مصر، وبالتالي ممكن يؤثر ده على لاعبي منتخب تونس في الايام القادمه، فرفضوا مواجهه منتخب مصر وطالبوا بتطبيق اللائحه اللي هو طالما اللاعبين عينتهم ايجابيه يتم اعتبار منتخب مصر منسحبا من البطوله. المفاوضات اشتغلت بشكل كبير يعني، وحتى بعد المباراه باكثر من ساعه ونص ما زالوا في مفاوضات، يعني جمال محمد علي رئيس البعثه تتفاوض مع اللجنه الطبيه المنظمه للبطوله، واتصالات هنا من مصر يعني مع الاستاذ وليد العطار الرئيس المدير التنفيذي لاتحاد الكوره، ولكن في النهايه اللجنه الطبيه رفضت القرار يعني بتاع منتخب مصر، واصرت على انه منتخب مصر منسحب من البطوله وخسران من منتخب تونس على غرار يعني الخساره من ليبيا بهدفين لا شيء. بعد القرار ده مباشره طبعا اللعيبه توجهت الى فندق الاقامه، ولعيبه تونس مشيت من الملعب واعتبرت نفسها فايزه بالمباراه. جمال محمد علي تواصل مع وزير الشباب والرياضه، وزير الشباب والرياضه تواصل مع المهندس هاني ابو رضا عضو المكتب التنفيذي للفيفا والكاف، وتواصلوا مع وديع الجريئه رئيس الاتحاد التونسي والناس في الاتحاد الافريقي على امل انه يا جماعه احنا نمتلك يعني مستندات انه الاثنين لعيبه ورقهم سليم، فبالتالي احنا من حقنا نشارك في المباراه عكس المباراه الاولى اللي ما كانش عندنا عدد كافي. المفاوضات حتى الان جاريه، لا الاتحاد الافريقي اللي احنا عرفناه يعني حتى الان لم يحتسب النتيجه خساره منتخب مصر للمباراه بعد التدخلات اللي حصلت يعني من هاني ابو ريده ومن وزير الشباب والرياضه. حتى الان الامر قيد الدراسه، ممكن في اي وقت الامور تتغير يعني اذا لقي الاتحاد الافريقي ولقيت اللجنه الطبيه انه ورق مصر سليم وان الاثنين لعيبه سلام مش عينهم سلبيه مش ايجابيه، ان هم يعيدوا القرار مره اخرى ويعيدوا مباراه مصر وتونس في وقت لاحق. اتحاد الكره برضو النهارده بعت خطاب رسمي للاتحاد الافريقي لكره القدم بيعترض على القرار وبيطالب باعاده مباراه مصر وتونس
مرة أخرى، وإنه النتيجة بتاعت الاثنين لعيبة سلبية مش إيجابية يعني، فإحنا من حقنا نشارك في المباراة. وحتى الآن يعني المفاوضات جارية، ولكن إحنا يعني من خلال الاتصالات يعني عرفنا إن في بوادر أمل إنه الاتحاد الأفريقي واللجنة الطبية إن هي توافق للمنتخب المصري على طلبه ويتم إعادة المباراة. ولكن حتى الآن زي ما بكلمك دلوقتي ما فيش أي قرار صدر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة من عدمها. النهارده اللجنه الثلاثيه خدت قرار بانه دكتور جمال محمد علي يستمر في عمله رئيس لبعثه المنتخب في تونس، وانه المنتخب يظل في تونس حتى ياتي القرار النهائي من الاتحاد الافريقي. كمان اتحاد الكره بكره هيبعت حد تاني من مصر، حد مدير اداري يبقى موجود مع منتخب مصر لو محتاجين اي حاجه يقدر يذلل لهم العقبات. وفي انتظار قرار الكاف سواء باعاده المباراه، فبالتالي سيتم اعاده المباراه، او اعتبار خلاص الكلام نهائي وان مصر انسحبت من المباراه، فبالتالي فرص مصر باتت يعني معدومه في المباراه، وبالتالي سيتم عوده بعثه منتخب مصر. طبعا الموضوع كارثي، ويبدو ان التركة اصحابها بيزعلانين عليها. التركة دلوقتي اصحابها مزعلانين عليها، مش عارف دلوقتي الكابتن احمد شوبير بيقول لك عمل مداخلة مع عمرو اديب. الكابتن شوبير بيرد على قرار الفيفا. هانا بوريدة هو اللي غير صيغة الخطاب. احنا بنهزر ولا ايه؟ احمد شوبير عايزين يعملوا انتخابات اتحاد كرة في يناير. الدولة قالت مفيش انتخابات دلوقتي. هو في مصر، هو في مصري ما بيحترمش قانون بلده؟ بتخوفونا بفزعة الفيفا. أحمد شوبير أعتقد إن هانا بوريدا شايف إن عمرو الجريني مش هيسنده في انتخابات الفيفا والكاف. شوبير مولع الدنيا عبد الناصر مع عمرو أديب. شوبير عمرو الجنايني أدار اتحاد الكرة باستقلالية، وده أغضب البعض، وأكيد هيكون في رد فعل من الدولة لأننا بلد كبيرة وليها قوانين. ردك؟ رد. طب احنا طالما احنا بلد كبيره وليها قوانين، يعني المفروض ان احنا نبقى اول ناس ان احنا نحترم القوانين واللوائح. انا مش عارف يعني مع كامل احترامنا للكابتن شوبير، مش عارف ايه مشكلته في القرارات ان هي عزل لجنه الجلايني او تعيين لجنه بديله، مع اعتبار انه كابتن شوبير كان اكتر واحد بيهاجم لجنه عمرو الجنايني في البيت ده. يعني اول 6 شهور بالظبط كان كل يوم في برنامجه بيهاجم اللجنه الخماسيه، حتى انه تم يعني مؤخرا يعني تصليح العلاقه بين الطرفين، وعمل حوارات مع عمرو جنايني ومع محمد فضل في اتحاد الكره، وكانوا حوارين مميزين يعني. فبالتالي العلاقه بدات يعني تاخد طابع ان هو بيتكلم عنهم بشكل كويس جدا. مش عارف ايه العلاقه في انه ما هم خلي بالك يكون ما مش ملهم ما كويس خلي بالك خلي بالك هم ما لهمش غير الكابتن شوبير، وهو عمرو الجنايني عمل مداخلات ولا حوارات مع حد غير اللي كانوا بيهاجموه؟ احنا اكل كنا محترمين، ادانا 400 ميعاد وفي الاخر مشى من الاتحاد في شنك. اهو مشى ولا هنعمل معاه اي حاجه حتى لو عايز هو يعمل. خلي بالك ما هو لازم لا تعال. عادي، ممكن تعمل معاه حوار في البنك دلوقتي. انا اعمل له ايه؟ ولا عايز. انا يا راجل، بقول سهل. انا يا راجل قلت له طب اشرب معاك قهوه، عايزك في موضوعات مش عارف ايه، اداني بدل الميعاد 200 ميعاد ويخلف وما يتصلش. انا عامه لا دي انا مشكلة فرحان كبيرة انه بصراحة. انا فرحان انه مشى. بص يا بيه، مش الدكتور، بس أنا خدت مواعيد وعملت حوارات بصراحة لا للموضوع. لا انا بصراحه هو كان خايف من مرتضى لما كان مرتضى في النادي، وبعد ما مشى مرتضى الراجل شاف ان اليوتيوب لا يليق بيه يعني، فدي حاجه تخصه يعني. ودلوقتي هنقول للناس اليوتيوب يليق بمين وما بيليقش بمين، دي حاجه. الحاجه التانيه لا هي حاجة ترجع لهم، مفيش حاجة اسمها يا يعني بيه، بص بيجيب لحد على أو فكره عايز بيجيب اقول لك لحد على حاجه، يعني حاجة عايز رسمية وكل الناس بتتدخل. يا بيه عايز اقول لك على حاجه، واللي يزعل يزعل يشرب من البحر. الدكتور جمال محمد علي صديقي وبلدياتي، وما بيردش على اي تليفون غير لما يمشي من منصبه. اول ما يمشي من المنصب يرد عليا، طول ما هو في منصب ما بيكلمنيش. طيب هيرجع من تونس يكلمك على طول، ولا حاجة ولا بتخليك اكلم تزعل. حد ولا اكلم حد ولا اكلم حد بالعكس. احنا يا بيه احنا عايزين وجوه جديده ما تردش عليه بقى يا ساعتها، بيه، احنا خليه عايزين كام يوم كده ويرجع يا لك من بيه تونس احنا تردش عايزين عليه. احنا عايزين وجوه جديده، وعايزين صالح الكره المصريه. اي حد غير عمرو الجنايني في المرحله دي كان هينجح، لان الدوله كانت وراه. عمرو الجنايني لم يضيف جديد. خلينا نتكلم بما يرضي الله. عمرو الجنايني لم يضيف جديد. عمرو الجنايني كان شغال ملاك في كتير من الامور. عمرو الجنايني اغضب الناس كتير جدا، وكنا بندافع عنه لان الدوله كانت عايزاه ينجح، لكن ما كناش بندافع عنه كشخص.
اي حد لو جابوا عصايه بدل عمرو الجنايني كان هينجح. شفت الاهلي يقول لك لو دربوا عم حارس ياخد بطولات؟ انت لو جبت عم حارس بدل عمرو الجنايني كان هينجح، لان الدوله كانت عايزه ده. بعد الاخفاق الدوله كانت عايزه ده، وهو عمرو الجنايني كان يقدر يحول مرتضى منصور للتحقيق لو الدوله مش مديه ضوء اخضر. لا طبعا ده شيء واضح للكل ان الدوله يبقى خلاص كانت عايزه ما ده يكون تحييش غير كده الدوله في كل قراراتها، وحتى يعني القرارات اللي اتاخدت كلها كانت الدوله داعمه بشكل كبير يا ليها بيه قرارات مساهمه كبيره. ما تحييش غير الدوله. انا ما بعرفش غير الجد، ما تحييش غير الدوله. واحنا الوزير اختلفنا معاه واتفقنا معاه، لكن نحييه لما يعمل صح. الدوله هي اللي تتحيى، الدوله هي اللي عملت واللي هي اللي قالت عن اصلح، والدوله هي صاحبه الكلمه. وخلي بالك واللجنه بتاعتك، زي قرار عودة الدوري. ولذلك انا النهارده عايز اسال الكابتن احمد شوبير، هي اللجنه الثلاثيه دي جت من غير موافقه الدوله؟ رد عليا، مالك جالك سهم الله ولا ايه؟ ارد انا، انا مش معرفش هيرد هو ولا ارد انا ولا لا حاجه انت بصراحه. رد عليا، الوزير مش في اللجنه الثلاثيه اللي فيها الدكتور حسن مصطفى ممثل اللجنه الاولمبيه الدوليه، وفيها هشام حضب اللجنه الاولمبيه المصريه، ومن خلالهم الفيفا بياخد راي الدوله؟ ارد انا؟ لا ايوه رد يا لازم حبيبي، الدكتور ده انا عايز ارد للناس، انا عايز ارد، مش عايز انا بقول للناس مش عايز والله حد اكتر. يضحك مع على يعني الناس. بس نفرق بين حاجه والثانيه. اللجنه الثلاثيه دي كانت موجوده، اللي هي وزير الشباب والرياضه، وكان قبل منه خالد عبد العزيز، ثم جه اشرف صبحي ودكتور حسن مصطفى وهشام حطب. دي كانت اللجنه الثلاثيه اللي معموله بالاتفاق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه عشان خاطر خارطه الطريق في الرياضه المصريه بشكل عام. ولكن الموضوع يعني تغير في خلال الفتره الماضيه بسبب انه خلاص، اولا الفيفا ملوش سلطه، او اللجنه يعني اللجنه الاولمبيه ما لهاش سلطه على الفيفا، فبالتالي الفيفا لا يعتمد ولا يعتد باللجنه الاولمبيه المصريه، وهو ده اللي كان سبب الازمه. واعتقد ان احنا قلنا كتير قبل كده انه سبب الازمه ان انت بتدخل كلجنه خماسيه كل شويه تخاطب الفيفا، يا باشا انت ما عملتش ليه الانتخابات، ما عملتش ليه الجمعيه الاميه، ما عملتش ليه اللائحه، ما عملتش ليه مش عارف رابطه الانديه. اصل هشام حطب قال لنا يا ابني، هو مين هشام حطب؟ ده رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه. طب ايه علاقه الاولمبيه المصريه بالفيفا؟ عشان خاطر يا الرئيس محمد يا المصري محمد يا ملوش مهدي، علاقه بيه. محمد يا مهدي، انا شايف ان في تركه بتتقسم يا بيه. احنا هنا ما بنقولش غير الصراحه، مالناش في اللف انت والدوران. رايك في كلام كابتن شوبير ده؟ التركه وبتتقسم، الكابتن شوبير يعي تماما انه لو نزل انتخابات النهارده احمد مجاهد مش معاه. بعيدا عن معاه ومش معاه، هو احمد، ما هو لو نزلت الانتخابات يعني دلوقتي احمد مجاهد دي لجنه جايه بتعمل المهام بتاعها دي، وقال ان انت هتختار انا قلت النتائج. لك هو وقال بحكم انت انه هتختار كبير ومجاهد هي يا بيه، بحكم انه هو حافظ للوائح والقوانين، هو اصبح واحد من وجهة نظري. لكن سؤالي ليك، هل جه من غير موافقة الدولة؟ لا طبعا، ما فيش حاجه بتحصل من غير وبعد موافقه كده الدوله. الناس اللي قاعدة تقول لي في اللايف مجاهد ما ينفعش، ده الراجل هيجي شهر ادارة انتخابات. على فكرة زي رئيس لجنة إدارة الانتخابات اللي كان المهندس محمد عادل رئيس نادي المقاولين العرب رئيس اللجنة الانتخابات اللي قبل اللي فاتت، وكان الانتخابات اللي فاتت حد تاني أعتقد هي أحمد بس حلمي. هي مرحلة انتقالية، شهر بيجي يا بيه بينتقل من ما بص لجنة بص، كانت موجودة لمجلس منتخب. الأستاذ أحمد حلمي الشريف كان هو رئيس لجنة الانتخابات. أنا بعد بقول إن دي لجنة إدارة انتخابات وليس رئاسة اتحاد كورة، عشان الناس بس تطمئن وما تهاجمش على الفاضي، ولا مؤقتة، هي لجنة إدارة الانتخابات. بالظبط بالظبط، ولذلك هو جاي، وفي ناس كانت متخوفه، الناس متخوفه من احمد مجاهد. ما انت عندك احمد حسام الدين عوض، ده يعني راجل رئيس لجنه الشباب بالنادي الاهلي، يعني حتى لو جمهور النادي الاهلي متخوف من احمد مجاهد مثلا، يعني انه يجي ضد النادي الاهلي رغم ان هو اهلاوي يعني كبير يعني. طب ما انت عندك عضو في اللجنه احمد حسام الدين عوض، رئيس لجنه الشباب بالنادي الاهلي، فيعني وكادر مهم جدا، وعنده محاضرات في المحاضر في الفيفا وماستر فيفا وبتاع، وشخصيه محترمه جدا يعني. فاعتقد انه في توازن في اللجنه اللي موجوده لاداره العمليه الانتخابيه، ان احنا نتحول من لجنه معينه الى مجلس منتخب من الجمعيه العموميه. انا مش عارف ده مزعل الناس ليه، مزعل كابتن شوبير ليه، لانه مزعل كابتن شوبير. انا ممكن اقول لك الاسباب اللي عندي، انه هو
كان الاتفاق بين شوبير وبين عمرو الجنايني وبين هشام حاطب انه يتم المماطله في اجراء انتخابات اتحاد الكره حتى بعد اولمبياد طوكيو 2021، يتم اجراءها في سبتمبر القادم، وبالتالي انه اللجنه دي تكمل لحد سبتمبر القادم وما يبقاش في انتخابات، لانه الانتخابات هي هتيجي بعنصر واحد فقط لا غير، اللي هو اعلن رسميا ترشحه المهندس هاني ابو ريده. شوبير كان اعلن ثم تراجع الاعلان لانه رجع بعدها وقال ان انا ما خدتش موافقه اعلام المصريين على ترشحي للانتخابات، فبالتالي ان هو كده كده شايف انه هاني ابو ريده جاي، ولكن هو مش عايز يجي دلوقتي، يستنى لحد شهر سبتمبر القادم ممكن يجد اي احداث جديده في الموضوع يسمح له بالدخول للانتخابات، فبالتالي يخش الانتخابات. يعني مهاجمته للجنه قبل ما تمسك اصلا مهام عملها ده امر غريب، الطبيعي انك انت بتستنى اي لجنه او اي مجلس جديد يمسك ويشوف ورقه ويشتغل، بعد ما يشتغل تبدا تحاسبه انت صح ولا غلط، ولكن تحاسب الناس قبل ما هي تشتغل دي حاجه تانية. الحاجه المهمه اللي هو قالها لحضرتك قطعها من شويه، اصلي هاني ابو ريده تلاعب في خطاب الفيفا، معرفش تلاعب ازاي، يعني ده خطاب جاي من على السيستم من الفيفا لاتحاد الكره، وبمخاطبات واتصالات هاتفيه بين من الفيفا مع وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، والدكتور اشرف صبحي كان ليه تصريحات امبارح تلفزيونيه اكد فيها انه في تواصل مع الفيفا، وانه جالهم بالفعل خطاب بعزل لجنه عمرو الجنايني، وانه سيتم مباحثه الموضوع مع الفيفا لتعيين او تشكيل لجنه جديده لاداره العمليه الانتخابيه. فاعتقد انه كل الكلام اللي بيتقال حاليا هدفه انه يتم الضغط على حته انه في حد بيلعب بين بس. هو مصر بص وبين يا محمد، للامانه كان بس انصف شوبير، للامانه شوبير طول الوقت مع وجوه جديده، بس كان نبقى منصفين، طول الوقت مع وجوه جديده ليس الا، وانا مع وجوه ما جديده. عنديش مشكلة والله، احنا كلنا مع الوجوه الجديدة، ولكن الوجوه الجديدة في ايه؟ طب ما هي اللجنة فيها يعتبر وجهين جداد، يعني احمد حسام الدين عوض وجه جديد جدا في اتحاد الكورة، محمد الشرابي كان في مسابقات الاتحاد الافريقي يعتبر وجه جديد في القصة، احمد مجاهد لانه عنده خبرة اكتر باللوائح وبتاع، فيقدر في خلال الفترة دي يسير عمل الاتحاد، انك انت برضو عندك مسابقات وعندك لائحة وعندك دعوة الجماعة، فبالتالي محتاج احنا يا جماعة طلبنا مداخلة من الكابتن احمد شوبير واعتذر، عشان بس الناس بتقول لي هات الكابتن احمد شوبير، احنا طلبنا مداخلة من الكابتن احمد شوبير واعتذر. حد خبره موجود يقدر يقوم بالعمليه دي، لو جبت اي حد جديد في القصه فما اعتقدش في الوقت اللي هتقدر يا محمد، ايه اعتذر؟ انا فكرته جاي على الخط ولا حاجه. لا لا، الكابتن احمد شوبير اعتذر، وهو لسه عامل مداخله بين مع عمرو اديب واعتذر. عامة بص يا جماعه، اللي ما بيكلمناش هو الخسران. انا بصراحه ما الواحد يشتغلها من غير عواطف احسن، اللي مش عايز يتكلم معانا احنا مش عايزين نتكلم معاه، يعني بس من الاخر كده.